الاجراءات ديال السيد المدير العام للامن الوطني على الاستاذ السيد المدير الوالي الامن، وهي الكل يجب ان يكون مجندا للنهوض بهذه المسؤوليه اللي هي المحافظه على الامن العام باركانه الثلاث، الامن والصحه والسكينه. كما لاحظتوا ان جميع عناصر الامن بالزي النظامي او بالزي المدني الكل تسندت لي مهمه عبر ارجاء منطقه انفا في جميع الاحياء، في جميع النقط الحساسه، الاقامات الاجنبيه بذلك، الاقامه السد القناصله، القنصليات، المعابد، وكذلك الكنائس، الكل مجند في اطار المراقبه وفي اطار يعني الحيلوله دون ان يقع ما من شانه ان يمس بالامن العام. عناصر الشرطه على اتم استعداد، على اهوبه، كذلك نفسيه عاليه جدا للنهوض بهذه المسؤوليه الملقاه على عاتق رجل الامن.